هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. في إحدى صالات بناء الأجسام والرشاقة في القاهرة، احتفلت بطلة المصارعة النسائية المصرية المعروفة بلقب توتا المصري مع عريسها بزواجهما، كما تخلل ذلك رفع توتا لزوجها ما أثار تعجب الحاضرين. لم يمنع ذلك طبعاً أن ترتدي العروس فستان زفاف أبيض، كما ارتدى العريس بدلة سوداء بدلاً عن الملابس الرياضية. جاء ذلك تحت إشراف المصارع المصري أشرف كابونجا. تفاعل كثيرون مع فيديو نشره الأمير هشام العلوي ابن عم العاهل المغربي محمد السادس، ويظهر هشام أثناء رقصه على أنغام أغنية تويست اند شاوت لفرقة البيتلز، والتي أداها أحد مغنيي الشوارع في مونتريال. وأشار هشام إلى أن رقصته في الشارع جاءت عقب إلقائه لمحاضرة في جامعة لافال عن كتابه الجديد الديمقراطية المقيدة في الشرق الأوسط، تونس ومصر من منظور مقارن. وقال هشام إن الروك هي أكثر أنواع الموسيقى التي يفضلها. دوت صفارات الإنذار في جزيرة هوكايدو اليابانية، والسبب هو صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية وحلق فوق جزء من شمال اليابان وسقط في المحيط الهادئ، ويعد ذلك أول صاروخ تطلقه كوريا الشمالية فوق اليابان منذ سنة 2017. وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كعملية الإطلاق ووصفها بالسلوك العنيف، ويعد تحليق صواريخ باتجاه دول أخرى أو فوقها دون أي تحذير مسبق أو تشاور انتهاكاً للمعايير الدولية.